زماني جار علي والدنيا وقفت ضدي، بتضل روحي سورية وغير بلادي ما بدي. لسا مصدقة إنه بلادك بعدها بتعطي حنية، الله يعينك على عقلاتك صرنا أوادم منسية. فيها خلقت وفيها ربيت وما بتركها لو تركتني، لو عشت بعلبة كبريت ولو من لقمتها حرمتني. بين الواقع والأحلام في فارق يا نور عيني، والتعبان ما بينلام ولا بيرتاح بغنية. ما عم غني لا ترتاح هاي شارة تمثيلية، انت صار اسمك جراح وانا سموني جورية. صحة صحة تقبرني صحة. طيب شيلة من ايدك، عم تسعل وبعدك حاطط السيجار بتمك. الله يلعن ابو اللي لفة. والله يا جورية ذبحتني ذبح، بدها تموتني ناقص عمر. بعيد الشر عنك تقبرني، ان شاء الله للحكومة ومو إلك. انو حكومة؟ والله هالحكومة المعفنة بحياتها ما بتموت، راح تموتنا كنا وتضل واقفة على رجليها برعاية سيادته. ايه طيب حبيبي، ليش ما بتترك هالسيجارة وبتخلص؟ ايه والله مو بس مشان الأذى، مصروف زايد بلا طعمة وريحة بتقتل. يا ريت يا جورية يا ريت اقدر اتركها، بس المصيبة ما في شي بشجع. تقبرني انا عندي حل لتتركها. لا تقليلي علكة. لك لا. بزر؟ كمان لا. اوعي تقليلي رياضة وركض وتمارين، خلقة مقطوع حيلي، انا على الدرج عم انزل زحلطة. لا 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 مو هيك. لكن شو؟ شو بيقولوا عن التدخين؟ مضر بالصحة وبيجيب العلل والسرطان. ايه صح، بس بيقولوا عنه عادة كمان، عادة سيئة، هيك بيحكوا الدكاترة بالتلفزيون. ايه صح، والمعنى؟ المعنى طالما هو عادة معناها مثله مثل العادات التانية. تضربي على هالاكتشاف، لازم يعطوكي براءة اختراع عليه او يحطوكي مديرة حضانة. ايه دخيلك انت، حطك بس للمسخرة. انا قصدي يا تقبرني انه العادة بيضل اسمها عادة والعادات مرتبطة ببعضها. ايه اسمع، انت مو عندك عادات سيئة مثل التدخين؟ والله ما بعرف، انت ادرى لانك مثل المخابرات، بتعرفي عني اكتر مما بعرف عن حالي. صحيح، لانه المرأة لازم تضل تدير بالها على جوزها وتراقبه مشان ما ينطش منها، لانه الرجال ما في اخف منه وقت تضحك له شي وحدة. لا حول ولا قوة الا بالله، شو بتلعي بلا طعمة، وهي سيجارة تانية. جكارة فيكي وبصحتي. ايه هات من ايدك جراح حبيبي، انت بتكره الطبخ البارد مو هيك؟ امبلا، وخصوصي اذا كانت بسمنة، شي بلعي النفس. تمام، هي اسمها عادة كمان وسيئة، لانه الطبخ طيب بارد. اوف ينفخوا قلبك، اذا بتضلي وراي يا جورية بدي اتعاطى مخدرات اذا الله راد. وكمان انت ما بتحب الكشك مو هيك؟ ما بطيقه، اللهم لا تجبر ولا تكبر عن نعمة. كمان هي اسمها عادة وسيئة، الا ان اطيب اكلة بالعالم هي الكشك، وخصوصي بالشتوية ومع خبز محمص. فهمنا غيره. وانت ما بتلبس قمصان نصكم مو هيك؟ اي نعم، لاني بطلع مثل كيس اللبنة. غلطان، هي اسمها عادة كمان، إلا أنه قميص النسكم بيطلع عليك بجنن. طيب وإنت كل يوم بتروح على الشغل من نفس الطريق مو هيك؟ إيه نعم، بس عبين ما أشتري طيارة خاصة بصير بغير طريق الروح على الشغل. الله كريم تقبرني. وكمان إنت بتشرب القهوة بكاسة الشاي مو بالفنجان، لأنه فنجان القهوة بيطلع شفة، بالكاسة بتمد معي القصة أكتر. يا عيني عليك، هدول كلهم اسمهم عادات وتقاليد. مهضوم، خلقت مهضوم تقبرني. المهم حبيبي، هدول العادات مرتبطين مع عادة التدخين. والخلاصة؟ الخلاصة يعني لازم تاكل الطبخ بارد وتحب الكشك وتلبس قمصان نص كم وتغير طريق الروحة على الشغل وتشرب القهوة بالفنجان. ايه وبعدين؟ بس غيرت هالعادات بتلاقي حالك عم تترك السيجارة شوي شوي، لأنك بتكون عم تتغير. لك يا مصروعة، السيجارة فيها نيكوتلين. نيكوتين تقبرني؟ اللي هو ضراب السخن، هذا النيكتولين عشش بجسمي ومشي بدمي، ما بيطلع بهيك قصص فاضية وفارغة مثل ما عم تحكي. قال غير عاداتي، بعدين ما بتسمعي المثل اللي بيقول اللي بيغير عادته بتقول سعادته؟ لا تتهرب، اشتغل مثل ما عم قلك وبتبطل السيجارة. طيب بدي اسألك سؤال. سؤال تقبرني، انا فاتحة العيادة مشان تسألني. يا عيني، انت مو مرتي وحبيبتك كمان وام ولادك بالمستقبل. طيب مو تعودنا على بعض؟
مو بس هيك، ما فيني أعيش من دونك لحظة. تمام، يعني هاي اسمها عادة. إيه والمعنى؟ المعنى ليش ما بطل هالعادة كمان وتزوج وحدة جديدة غيرك؟ يمكن تساعدني لبطل السيجارة، مو العادات مرتبطة ببعضها يا دكتورة؟ أنا برجيك، اليوم يومك يا جراح. عم أمزح معك، عم أمزح، والله عم أمزح جورية، روقي روقي، والله عم أمزح. ماشي. لا خلص يا جورية يا حبيبة قلبي، والله عم أمزح معك. لا مو مزح، انت صاير عندك عادة هي عالطالعة والنازلة، بتثبت لي هالكلمة، بدي جدد، بدي اتجوز غيرك، بدي جيب لك ضرة. لا خلص والله لغير عاداتي وبطل السيجارة كرمالك، منيحك. لا 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 تغير عاداتك، خليك مثل ما انت، هيك احلى واضمن. طيب قلك شغلة، قول انت بدك يعني غير عاداتي، ليش انت ما بتغيري عاداتك كمان؟ انت عندك كل عادة ألعن من الثانية ولازم تغيريها مو بس انا. مثل شو بالله؟ تبلى لشوف احكي. تبلى؟ طيب مين بحلالها شغل البيت والتنظيف اول ما اوصل على البيت لارتاح؟ على رفع رجليك وقوم من هون وروح لهونيك. انا، لانه بس شوفك بدب فيني النشاط. هاي عادة سيئة غيريها. طيب مين بيطلع لي بلعي وبيكرهني حالي لما بكون عم احضر مباراة؟ على سؤال رايح وسؤال جاي. انا، لأنه بضوج لحالي وما بفهم عليها، وخصوصي هذا اللي اسمه تسلل ورمية التماس. عادة سيئة كمان غيريها. طيب مين بيقعد يستجوبني عالطالعة والنازلة وكل ما رن التليفون وكل ما قلت ألو؟ أنا. إيه بس والله مو قلت ثقة فيك، بس لأني بغار عليك كمان. هاي عادة سيئة بطلية. طيب مين؟ خلص خلص تقبرني، تضرب الساعة اللي قلنا لك فيها بطل السيجارة، خليك عم تدخن ولا تغير شي. إيه لكم بدك تهربي؟ عم تقلي لي غير حالي وانتي ما فيكي تغيري حالك، شايفة شو صعب القصة؟ تعرف شو؟ شو؟ خلينا مثل ما نحنا، هيك بيكون للحياة طعمة. بخاف تغير حالك وما يضل عندي شي نقع عليه، لأنه أنا بعترف لك فيني غير كل شي ما عدا النقع. إيها دخيل عينك، خليني عم دخن وخليكي عم تنقي. عسيرة النقع جراح، ايمت بدك تصلح لي درفة الخزانة؟ خليها خربانة وعم تلق، انا هيك بحبها. ايه مثل ما بدك تقبرني. مهما زماني جار علي والدنيا وقفت ضدي، بتضل روحي سورية وغير بلادي ما بدي. لسه مصدقة إنه بلادك بعدها بتعطي حنية، الله يعينك على عقلاتك، صرنا أوادم منسية. فيها خلقت وفيها ربيت وما بتركها لو تركتني، لو عشت بعلبة كبريت ولو من لقمتها حرمتني. بين الواقع والأحلام في فارق يا نور عيني، والتعبان ما بينلام ولا بيرتاح بغنية. ما عم غني لا ترتاح، هاي شارة تمثيلية، انت صار اسمك جراح وانا سموني جورية.